كان لجمعية القضاة لنرى بناجح رسالتكم القضاة. هم عندهم غدوة أعتقد ندوة صحفية بداية الساعة 10، رسالتكم القضاة. أنا أقول نتضامن معكم، نشد على أيديكم. أنتم اليوم في مقدمة النضال من أجل الدولة الديمقراطية في تونس ومن أجل حقوقكم، نحن معكم وعبرنا عن ذلك وسوف نواصل. غدا سنكون موجودين في ندوة صحفية، المحامون في أغلبهم يساندون معركة من أجل استقبال القضاء، لأننا كمحامين لا يمكن أن نعمل في محاكم فيها قضاة موظفون وليس قضاة مستقلون. كنا نحن دائما نناضل من أجل إصلاح القضاء وسنواصل ذلك، ولكن طريقة قيس سعيد هي طريقة الدكتاتور الذي يعني يقوم بمجزرة وظلم القضاة، ونحن اليوم قلبا وقالبا مع السادة والسيدات القضاة والقاضين.